الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لكن لما يكون المرضى هم ذاتهم جزء من التوعية وجزء من نشر الوعي للمرض المعين اللي هم مصابين به، وجزء أيضا كبير جدا من نشر الأمل والتفاؤل لأمراض ارتبطت عند الناس كلها أو لجزء كبير جدا من الناس بأنه هي نهايات، وارتبطت عندهم بألم، وارتبطت عندهم بفقدان لناس بيحبوهم، وارتبطت عندهم بتفاصيل كثير جدا. لكن لما يكونوا بعض المصابين هم ذاتهم جزء من نشر تغيير المفاهيم المغلوطة دي، فأكيد بيكون عندها دور كبير جدا في التوعية. اليوم هنتكلم عن الإصابة بالأمراض والتجارب يمكن أن تفيد الأصحاء. هيكون معنا عبر الهاتف واحدة من المتعافيات من سرطان الثدي، إن شاء الله ربنا يتم شفاها ويعافيها يا رب، وكل المصابات إن شاء الله. أيضا معنا عبر الاستوديو أمل علي أحمد، منسق حملات أكتوبر الوردي وناشطة اجتماعية. كيفك يا أمل؟ صباح الخير عليك. صباح النور. كيف عاملة؟ تمام؟ تمام الحمد لله. أمل، خلينا نتكلم على إنه عدد كبير جدا من المنظمات اللي بتكثف جهودها في شهر أكتوبر، ممكن تكون شغالة طيلة السنة لكن مما يجي شهر أكتوبر بتحصل حملات توعوية، بتحصل كشف لسرطان الثدي في مناطق كثيرة جدا، فعايزين نتكلم على دور المنظمات. والله يا أخي أول حاجة تحية الصحة والعافية لكل اللي بيشاهدونا. والمنظمات دورها كبير شديد، منظمات المجتمع المدني في إنها ترفع علينا الوعي، في إنها أي مرض كانت شغالة عليه وبتشتغل عليه وبخطواته كلها هي واقفة معانا عايزين كده. فدورة كبير شديد في إنه أساساً تعرفنا. أنا حتكلم لك عن أكتوبر. أيوة. إحنا في أكتوبر الوردي ودور المنظمات كلها صح. الموجودة هنا معانا في السودان بيكون تعريف بالمرض ذاته، تعريف بالأعراض، بعد ذاك ديك مراحل تانية حاجاتين بتكتشفي واقدر اوجهك لوين ووصلك لوين وحاجات زي دي. دور اكتر بيكون في التعريف والتوجيه التام. طيب فكرة التعريف والتوجيه ونشر الوعي صح، لانه دايما بنلقى في معلومات خاطئة او كده. طيب هم ذاتهم متطوعين، ده بالتأكيد المعلومات عشان تكون صحيحة لازم انه يكون هم ذاتهم بيتم تدريبهم ذاتهم ويملكهم المعلومات الصح. ايوه، هم دائما بيخطوهم ذاتهم في التخصص بتاعهم. المتطوعين ذاتهم في اغلب المنظمات شغاله على انهم تخطهم في، اذا مثلا طبيب متطوع بتخط في حتته، مختص في الحاجه الفلانيه بتخط في حتته، فالحاجه دي مرتبه من عندهم ترتيب كويس شديد. بالاضافه لطبعا الدورات التدريبيه المستمره على الحاجه اللي هم شغالين عليها. شغالين على اكتوبر، قبل اكتوبر بدون دورات تدريبيه وتنويريه تسقيفيه على انه مثلا الحاجه دي مداها شنو، بعدها شنو، كزول عادي انا ما مختص في الحاجه دي. أيوة. متطوع. أيوة. وبقدر ادي دوري ده كيف في الحاجه دي. طيب المهم في الموضوع دايما بالنسبه للناس انه بعد ما هي تعلمت فكره انها كيف تكشف على نفسها في البيت وكذا، ان اذا شكت انه هي ممكن يكون عندها كتله بالنسبه لها ما عارفه هي حميده او غير حميده، المراكز الموجوده هسه حاليا في اكتوبر يعني شنو بتقدم المراكز خدمات بالنسبه للسيدات؟ طيب اول حاجه الحمد لله احنا وصلنا لنسبه وعي انا بقول كويسه حاليا. انه السوشيال ميديا كلها قاعده تتكلم عن اكتوبر الوردي، المدارس، الجامعات، المؤسسات، يمكن تكون بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، كلها بتتكلم عن الاكتوبر، كلها بتتكلم عن التعريف بالمرض ده، عن انه اكشفي بدري تنجي، عن انه طمنين عليك باي طريقه. اولا طبعا هو بنعمل الكشف الذاتي، بعد ذاك بعد الكشف الذاتي اذا اكتشفت مثلا المريضه اي حاجه او حست اصلا في تغيير في اللون، في كده من الاعراض، اي عرض يعني غير حاجه ما طبيعيه يعني، تلجا لوين؟ دورها بالسوشيال ميديا بتعرف انه مثلا او بالمنظمات الشغاله في الحي او في اي حته كانت انه مثلا المفروض تعمل شنو؟ المفروض تمشي تعمل فحص مثلا مع ماموجرامي، ده اللي بتعمل المنظمات. دي هي المراكز بتقدم الخدمه دي؟ المراكز، وفي مراكز، في منظمات، في متطوعين عاديين بيقدر يوجهوا الزول بيقول له انت دارتك شفا رح نحن بنوديك. في حتات بيجيك لي عندك اذا انتوا كميه من الناس. المهم الناس ماخذاها عايزين انه مثلا ده اكتوبر انا اوصل المعلومه دي لاكبر ناس واقدر اخذ فيهم الصيغه، اقدر اخذ فيهم انه الحاجه دي عاديه نحن المفروض نعملها دوريا. صحيح. طيب قبل لك المقدمه قلت انه في كثير جدا حاليا بالنسبه للوعي، هي نسبة وعي جاية من المتعافين من المرض أو المصابين ذاتهم بسرطان الثدي.
هنا أعتقد أنه بتختلف دور الرسالة أو حتى أن المعلومة تصل بطريقة مختلفة تماماً لما الشخص يكون عاش كل تفاصيل المرض من شخص هو بس مجرد أنه هو حيديك المعلومة اللي هو عارفها أو هو يمتلكها. صح، والله المتعافين بيكون عندهم دور كبير شديد في المجتمع، والمجتمع ذاتهم بيكون واقف معاهم يعني حاجات كثيرة شديد. أول حاجة بيكون مثلا حتى ولو هي ما عندها مثلا أي خلفية مثلا عن الحاجة دي ولقت إنها هي اتصابت، فهي هتعمل شنو أول؟ هي ذاتها محتاجة لأنها يكون عندها وعي ذاتي ولو بسيط شديد إنها زولة دي تقدر تتعامل كيف مع الحاجة دي. المجتمع اللي حوالينا إذا كانت أمها، أخواتها، أسرتها الصغيرة، أسرتها الكبيرة، الجيران، الناس دي كلهم أي زولة عنده معلومة بيجي يقول لها والله المعلومة دي تشيك عليها شوفيها المعلومة دي صح المعلومة دي كده، بتلقى نفسها أوتوماتيكلي في حتة بتاعتنا الزولة دي عندها كمية ولا كم من المعلومات هي دايراه في الوقت ده محتاجة له وماشية معاه. صحيح. أيوة. أنا دايما بحب إنه يعني بقول إنه في شخصيات كده بتكون استثنائية، لأنه فكرتي إنك أنت تصاب بمرض وتكون عندك الشجاعة الكافية إنك أول حاجة تعترف بالمرض دي شجاعة، وما أي شخص بيكون عنده القدرة دي. في نفس الوقت إنك أنت تعرف إنه هو مرض وهو في نفس الوقت هي مرحلة أنت حتدخلها. لكن عندك عناصر قوة بتزيدك فيها اللي هي انك معرفتك الذاتية، انك الشجاعة، ايمان بربنا انه برضو انت حتبقى كويس. فخلونا مع بعض نحيي المتعافية من سرطان الثدي نادية عثمان. الف حمد لله على السلامة يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام. نادي، اول حاجه انا بحييك على شجاعتك وانك انت وافقتي انك انت تكوني معنا عبر الهاتف، لانه في ناس كثير جدا ما بتكون عندها الشجاعة والقوة دي. يعني أول حاجة شكرا لك وكتر خيرك. لا شكرا على واجب، والله نحن طبعا في المرحلة الأيام دي في التوعية لازم أي واحدة تحكي تجربتها وتحكي الظروف هي مرت بها يعني. فمهمة شديد لأنه صح. مرحلة التوعية مهمة بالنسبة للمريضات أو للمتعافين أو كله. التجارب هي بتديكي دافع، يعني من زول يحكي تجربته للزول الثاني بديه دافع بلقى الحاجه اللي بتساعده على التعافي وبسرعه شديد كمان. ان شاء الله يا رب دائما تكون العافيه لكل الناس. طب نادي، خلينا نرجع ونتعرف على مين ما انك تم تشخيصك بالمرض. يعني هل انت اكتشفتيه بالكشف الذاتي مثلا في شهر اكتوبر، ولا التفاصيل كانت شنو؟ اول حاجه انا وصلت من المرض 2021 و سبحان الله يعني انا اكتشفت المرض بصدفه، لانه كنت في دوامه كده بتاعت مواضيع كان حصلت في حياتي. يعني كنت بحضر في دراسات عليا في جامعه افريقيا، وكنت راكدة مع زوجي في مستشفى القلب كان عنده ذبحة. وبعد ذاك طلعنا من المستشفى جينا على البيت، كان في عنده أخوه صغير توفى. المهم كان في ظروف كده حوالي كانت صعبة شديد. فأنا بالصدفة راكدة في السرير دايرة أقوم ضربت على صدري، فحسيت بأنه في كتلة. يعني أنا ما كنت أنا كنت شهري بعد الدورة الشهرية بعمل الكشف الذاتي، كنت مواصلة به وطوالي، لكن بس الدوامة دي خلتني أنا ما واصل لأنه بس التعب والإرهاق والحاجة دي. المهم أنا اكتشفته صدفة. صباح اليوم طوالي توجهنا على الطبيب أنا وزوجي، فحولنا لإحدى المراكز الكبيرة في القرطوم هنا. فالمهم بديت الإجراءات بتاعت الكشف وكده، وما خدت في راسي إنه يكون عندي سرطان. المهم لانه قبليها بست شهور ولا حاجه كان عندي كيس دهني في احدى تحت في الابط. ما في نفس هنا، ما في نفس محل الثدي اللي تعمل طول عمليه. فطلعت الكيس افتكرت انه احتمال يكون كيس دهني، لكن الدكتور اكد لي قال لي ده ما كيس دهني، لازم تمشي لمختص بتاع ثدي جراحه. ايوه قال لي تمشي لمختص بتاع الثدي يملكي مراحل هو سرطان الثدي. المهم مشيت وعملت المراحل المعروفه دي، الاشعه والماموجرام والعينه وكله. المهم بعد ذاك الدكتور طبعا والحمد لله والحمد لله، يعني انا اللحظه الدكتور قال لي فيها انه عندي كانسر في الثدي وفي المرحله الثالثه.
الحمد لله الحمد لله انا كنت تعبت يعني، ما افتكرت قال لي مرض عادي يعني. صراحه كانت معي واحده من اخواتي، فقال لي بس الورم ده كان عندك لو 8 شهور انت ما حسيتي بيه؟ قلت له لا ما حسيت بيه. وبعدين هو داخلي فوق للحلمه شويه ومتوزع على ثلاثة أورام يعني. فقال لي أبدأ معاك العلاج، هتبدي بالكيماوي أول وتجي تقابل ناس الكيماوي، أنا حولتك اليوم. المهم أنا طلعت من هناك والله سبحان الله كأنه مرض عادي يعني، أنا ما عارفة ليه سبحان الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى خدت الرحمن في يقين قلبي من جواك. أول، أيوة خدت الرحمن في قلبي من أول لحظة. فالمهم طلعت منه وقررت يعني، انا مشيت ومعايا اخواتي، وسبحان الله لقيت ناس بيتنا منتظريني برا في المستشفى عشان دارين يعرفوا النتيجه هي شنو تحت الهناية العينه. فلقيتهم يبكوا وانا بعينه، وقلت لهم عينه ده مرض ربنا اصابني به وابتلاء، فانتوا يا تقيفوا معايا في اللحظه دي صح. وتخلوني انا ذاتي اقدر. سبحان الله انا ذاتي ما بكيت، ما هنا برضه يضموا فيني وكذا، وقلت لهم عينه ربنا سبحان الله لا يعني كتب لي الحاجه دي وانا قبلاناها. انا بس ما حد يعني شوفي على فهمنا نحن، ايوه قلت لهم انا ما حد عالج هنا انا حسافر، طوالي في نفس اللحظه يعني. فطلبت من هذا المستشفى ادوني تقرير، اخذت التقرير والحمد لله، وكل الامور يعني استهلت لي بطريقة عجيبة. أنا لحد دلوقتي مستغربة فيها الحمد انت لله حاسة رب وصلتي العالمين. وين في العلاج يا نادية؟ أنا الحمد لله أنا خلصت علاج متعافية تماما، جيت من الحمد الهند لله. قبل 4 شهور أنا استأثر لي الثدي وأخذت العلاج كامل، حسي باخد في حبوب بتاعة وقاية وفيتامين بس. ثانية نادية، أنا أيوه بس لأنه يعني عايزة أستفيد من وجودك معانا، يعني زي ما انت هسه قلتي انه اول ما جيتي طالعه من المستشفى لقيتيهم هم، وهم بيخافهم عليكي، وبانه المفهوم الخاطئ اللي عندنا انه سرطان الثدي ده او اي سرطان عندنا فهم معين تجاهه. فحاسه دورك شنو ممكن يكون للسيدات، يعني انه هو مرض زيه زي اي مرض، يعني انه كيف الناس يدعموك، يعني انت فعليا في الوقت ده محتاج الزول اللي بيقويك، محتاج الزول اللي بيسندك، محتاج الزول اللي بيقول لك لا ما هيحصل حاجه، الحاجة دي إن شاء الله هتعديها، يعني لأنه حتى النفسيات بتساعد في التشافي يعني. أيوة صحيح. أنا الحمد لله رب العالمين يعني أسرتي الاثنين، الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة، يعني أدوني دافع معنى كبير شديد يعني للمرض دي، وأهلي أهلي كلهم نفس الحكاية، هم الآن يمكن عارفين شخصيتي فهم ذاتهم دعموني يعني. فنحن بعد رجعنا البيت من المستشفى يعني حتى الجبال كانوا بيبكوا هناي، بيقعد فدي يسوي يعني يدوني دفعات معنوية على تفكير المرض، قلت لهم انا قلت لكم الكلام ده. فالمهم طبعا مشوا معي كم نفر سافروا معي، فانا وجدت الدعم المعنوي والنفسي من اسرتي هنا في السودان واللي كانوا معي هناك. وصراحه يعني هم ذاتهم حسسوني، شفتي انا محاسه بنفسي مريضه لحد اللحظه الحمد لله، فحسسوني باني انا مريضه يعني. كان في دعم معنوي كبير من اسرتي الاثنين واهلي كلهم في السودان وخارج السودان، فوقفوا معي وقفه ان شاء الله ان شاء كانت الله كبيره شديد. ان شاء الله ربنا يكمل عليه ويكمل عليك عافيتك، وان شاء الله ان دايما شاء الله عافيه يا رب. ودورك كبير يا ناديه في انك انت ان شاء الله يعني تطلعي عبر المنصات المختلفه، طب تطلعي للستات الحي الموجودين معاك لاجتماعاتكم الاسريه لغير انك تنشري الوعي ده. شكرا لك كثير جدا، وان شاء الله الحلقات الجايه تكوني موجوده معنا داخل الاستوديو. كتر خيرك كثير وشكرا لك. شكرا لكم انتم وشكرا لكم كثير. شكرا يا ناديه، كتر خيرك. الله يسلمك. النفسي والمعنوي مهم جدا بالنسبه للسيدات اللي بيتم جوكم مثلا في المنظمه او في عدد من المراكز وتم تشخيصهم بانهم هم مصابات بسرطان الثدي. للوهلة الأولى الخوف اللي ممكن يصيب السيدة، فهنا بيحصل الدور بتاع الدعم الأسري والاجتماعي. بالضبط. الأسرة طبعا لازم تكون واعية تماما إن ما تكون سلبية بأي حال من الأحوال، وإنه ده فعلا زي ما قالت أستاذة نادية مرض عادي زيه زي أي مرض، أنا هتعامل معاه كيف؟ لأنه السرطانات عموما حمانا الله وإياكم هي عايزة دعم نفسي قوي شديد، ودايرة دعم اجتماعي
اكبر يعني داير زياده لانه زول اصلا بتكون خايف مواجه ضغوطات شديده حاسه بانه المجتمع ذاته طبعا نظرته ما حقول لسه لكن النظره مختلفه تماما صح. عن الحاجات اللي بيكون متعايشه الزول انه لا ونظره بتاعت مسكين حيموت الحاجه الفلانيه فدي كلها مفاهيم غلط. الاسره لازم تكون واعيه بانه المريض ده هي سبب من عافيته تماما، هي سبب من انه الزول ده يكون ماشي مراحله كلها لغايه ما يتعافى تماما ان شاء الله بطريقه صحيحه ان شاء تقيف معاه وتقويه وتواجه معاه الحاجات اللي بيواجهها كلها. صحيح، شكرا لك كثير جدا امل علي احمد منسق حملات اكتوبر الوردي وناشطه اجتماعيه، شكرا لك كثير جدا. شكرا برضه لنادي اللي كانت معانا عبر الهاتف.